السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، معكم سعيد الريامي. وصلتني بعض الرسائل بخصوص طريقة الريندر اللي هي حفظ المشروع النهائي. طبعا الأخوان متورطين في الـ AVI، خلونا شوية نعرف الـ AVI. الـ AVI اللي هي Audio Video Interleave. طبعا الأوديو معناته الصوت، الفيديو معناته الفيديو، صح لا؟ أيوة. وأما الـ Interleave او انترليف اللي هي ورق بياني، معناته دوبي افتر افكت راح يحفظها، يحفظ لك المشروع على شكل ورق بياني متكامل، حيث انه ما راح يفقد اي شيء متواجد على المشروع، لذلك راح يكون الحجم شوي كبير جدا. على سبيل المثال خلوني انا افتح هذا المشروع، هو نفس المشروع، حجم المشروع اساسا 8 ثواني. انا حفظت المشروع على صيغتين، الصيغة الاولى اي في اي، هذه هي اللي ممكن نشوف فيها مكتوب عليها فيديو كليب، معناتها اي في اي، ثانيتين، ولكن هالثانيتين تحولت الى 332 ميجا بايت. طبعا الالف ميجا بايت يساوي 1 جي بي، بس شاهد لما انا حولت بصيغة اخرى ولكن مشروع كامل اللي هو 8 ثواني، اصبح عندي بصيغة الام بي 4 فيديو فقط 6 ميجا بايت تقريبا، أو ما يقارب الـ6 ميجا بايت. لذلك يفضل دائما حفظ المشروع النهائي على صيغ أخرى غير الـ AVI. الـ AVI فقط على أساس أنك تحفظها على شكل ورق بياني، حيث أنك ما راح تخسر أي معلومة أو حتى بيكسل موجود على المشروع. نرجع مرة ثانية إلى After Effect. طبعا هذا هو المشروع النهائي. راح نضغط على Composition Add to Render Queue. بإمكانك تلغي القديم بالضغط على 1 و 2، ممكن تضغط على رقم 1، تضغط Delete. حاليا نحن متواجدين على قائمة الريندر. طبعا قائمة الريندر ممكن تشوفوها مكونة من 4 خانات. الخانة الأولى Render Setting، اللي هي بإمكانك تختار Draft اللي هو مجرد هامش، أو إنه يكون Best. طبعا عادة نحن نحط Best. الريزولوشن يكون فل، بامكانك تحطه هاف. طبعا الريزولوشنز هذه اللي نحن نشوفها هني راح تكون نفس الريزولوشن اللي نشوفها هني. حاليا نحن فل، لاحظ لو خلينا كوارتر اللي هو ربع، راح تكون العمل النهائي راح يكون بهذا الشكل. لذلك يفضل في قائمة الريندر كيو، وفي خاصة في خانة الريندر سيتنج، لا تحط درافت، طبعا حط بيست، وايضا لا تحط كوارتر، حط فقط فل. في القسم الثاني عندنا اوتبوت موديل. اوتبوت موديل تضغط على لوزلس، راح نصب تركيزنا على هذه النافذة فقط. نضغط على الفورمات اي في اي. طبعا ممكن نشوف الاي في اي مثل ما انا كلمتكم، اوديو فيديو انترليف، ورق بياني. بعد ذلك عندنا هني الفلاش، هذا مناسب انه يكون لل يوتيوب، فيسبوك والى اخره. وعندنا ال H264، طبعا النسختين الماضيات اللي هي 262 263، هذه النسخة الأخيرة 264 اللي هي تعتبر HD High Resolution. في أيضا عندنا ال H264 البلوراي، طبعا ال H264 اللي هي ال MP4، اثنينهم MP4. طبعا البلوراي، تعريف البلوراي تتذكرون احنا بدينا في الفيديو بأشرطة كاسيت صغيرة، كان في الثمانينات وفي التسعينات، وبعد ذلك من الكاسيت الصغير إلى الكاسيت الكبير صار ممكن نسجل فيه 2 إلى 4 ساعات. بعد الكاسيت الكبير جاء الفي سي دي، الفي سي دي ومشغلات الفي سي دي. بعد الفي سي دي اجى عندنا الدي في دي. الدي في دي طبعا استطاع ان يخزن من 4 جيجا إلى 8 جيجا، وأيضا في بعض السيديات الخاصة إلى 12 جيجا 12. ولكن البلوراي حطم القانون، يبدأ من 25 جيجا بايت يصل إلى 50 جيجا بايت. لذلك ممكن نشوف البلاي ستيشن ألعاب هاي ريزولوشن، واللعبة الواحدة تساوي 12 جيجا إلى 24 جيجا بايت. والبلوراي ايضا يدعم 3D، هي عبارة عن صورتين، واصبحت الاشرطة
شوية ثقيلة اللي هي البلوراي. في عندنا أيضا نقفز إلى مابيك 4 اللي هي نفس الام بي 4 ولكن بصيغة أقل ريزولوشن، اللي هي ممكن نسميها صيغة قديمة لهذه الصيغة الأخرى. أيضا عندنا الكويك تايم، الكويك تايم راح يحفظها على شكل ام او في اللي هي موف. الكويك تايم تدعم الأبل وأيضا تدعم الماك بشكل كبير. نحن اللي نستخدم الويندوز الكويك تايم ما نستخدمه بشكل كبير، لذلك أنصح بالام بي 4 أو الـ H264 أيضا لأصحاب الماك. في عندنا أيضا الويندوز ميديا، طبعا اللي هي واما WMA، ولكن في خيارات أخرى أنا ما تكلمت فيها اللي هي أساسا تحول الفيديو إلى مجموعة كبيرة جدا من الصور، يعتمد على حجم الفريمات، اللي هي ممكن جي بي جي سيكونس، جي بي جي سيكونس، وأيضا عندنا البينك سيكونس، وأيضا الفوتوشوب سيكونس، راديوس سيكونس، وعندنا التيف سيكونس. طبعا هذه راح تحولها على شكل صور لنقلها إلى برامج أخرى مثل السينما 4D وإلى آخره. طبعا هذه أشياء ثانية أنا ما شرحتها أبدا في القناة. في عندنا أيضا صيغة أخرى اللي هي صيغة الصوت MP3 اللي هي أفضلها، وأيضا الويف. هذا إذا كان عندك مشروع فيه صوت وحبيت فقط تخرج الصوت عن الصورة راح تستخدم الـ MP3 أو الويف. خلونا بس نشوف الـ H264، نضغط عليها. طبعا بعد ما نضغط عليها نضغط على الأوديو. بس لحظة أنا بغير حاجة بسيطة على أساس أن الجميع يكون واضح مع هالموضوع. طيب أول ما تغير إلى الـ H264 راح تظهر معاك هذه العلامة اللي هي الـ Warning، التحذير. التحذير هذا يخبرك ان حاليا انت تسجل ب60 فريم، راح نغير على اساس انه يتوافق مع الاوديو. هذه العملية انا اكرهها، لذلك انا عندي طريقة لكم. تضغط على فورمات اوبشن في الفيديو اوتبوت، تضغط على الفورمات اوبشن، بعد ذلك في عندنا هني خانتين بروفايل والليفل، نضغط على الليفل من 3.1 الى 5.1، اضغط اوكي. لاحظ الورنينج اختفى. نرجع مرة ثانية للفورمات اوبشن. الفورمات اوبشن هني بامكانك تخلي المشروع واضح جدا. في عندنا هني البايت ريت، البايت ريت هذا اهم حاجة. اذا انت كنت جبت فيديو غير واضح بشكل كبير بامكانك تزيد البايت ريت على اساس ان الفيديو راح يتحسن. طبعا هذا البايت ريت يتعامل مع الميجا بايت. تضغط عليه ترفع الى اخر حد. طبعا الميجا بايت اللي نشوفه 240 ممكن تشوفه الى 240 ميجا بايت، لا راح نحطها 24. اعلى حاجة انا انصح بها 24، وافضل حاجة للي تعب من الريندر والتايمينج 12 12. ممكن تضغط هنا وتضغط 12. انا شخصيا احب احطه 8 لان ما احب انتظر، مرات ياخذ ساعة ساعتين رندر حاجة بسيطة ما تساوي 10 دقائق او 5 دقائق. وايضا الماكسيموم ما يهم، ماكسيموم ممكن تحطه 8 ايضا. بهذا الشكل انت راح تحافظ على 90 الى 95% من جودة الصورة، وراح يكون معك الفيديو HD. نضغط OK بعد ذلك OK. هذا بخصوص الـ Output Model. أما بخصوص الـ Log راح ينبهك يعني عن الـ Errors Only، يعني الأخطاء فقط. بإمكانك تغيره إلى الـ Plus Setting إذا في أخطاء في الـ Setting، أو أيضا الـ Frame، بس خليها مثل ما هي Errors Only. في عندنا أيضا الـ Output 2، هذه بخصوص وين تحفظ الملف. تضغط عليها، بعد ذلك راح تختار الملف في الديسكتوب او في احد الهارد درايفز وتسجل الاسم، بعد ذلك تضغط سيف. طبعا هو ما راح يحفظها، لابد تضغط حاجة اخيرة الرندر. قبل الرندر ممكن تشوف في خط هني من البداية الى النهاية، طبعا هذا الخط هو خط الرندر، راح يراويك الصورة بالضبط فريم باي فريم طريقة الرندر. اضغط ريندر، بعد ذلك راح ينتهي المشروع عندك.
طبعا يا اخوان ما يمنع انكم تجربوا بقية الامور مثل الكويك تايم وايضا المابينج والويندوز ميديا، وتشوف افضل نتيجة عندك واسرعها، وان شاء الله ما راح تواجه اي مشاكل بعد اليوم. وخلي الاي في اي فقط اذا كنت انت عملت مشروع وحاب تنقله الى مشروع اخر يخص الافتر ايفكت. بهذه الطريقة انا اكملت الدرس، وإن شاء الله ما راح تكون في نقاط صعبة. وأي استفسار أو سؤال بإمكانكم تجيوا على الخاص أو تحت هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.